الوغ كوباغ في 1987 اول اكتيفيتي ديالها هي اللي كانت لونيتي اللي غنشوفوا اللي هي اكبر وحده كتواجد عندنا اللي ديال لي زالوم كيقوموا بالتصدير ديال الحواميد والبواكر برا ديال البلاد. ومن بعد 6 سنوات في 93 قاموا بوحدات اخرى منهم ديال الحليب ياغورت بدات كتطور شويه بشويه. نبداو ان شاء الله دابا بالالاف ونشوفوا الاخرين ندوزو نشوفوا ان شاء الله. مرحبا بكم هنا اونكور 1000 فوا. Yeah.